الوصية الثالثة، لابد يا جماعة بضرب أهل البدع بيد من حديد، وما أعني المشاكل أنا بني وشلاليت، أعني الرد عليهم بقوة، لازم، لأن الدين ده أصلا ربنا أمر بأخذه بقوة. ربنا قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ربنا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فالدين ده دين متين ما بيقبل مجاملة إلى أهل البدع. وشرار الخلق، شرار الخلق الذين ضللوا المسلمين وقطعوا الطريق للعوام عن الوصول إلى منهج الله القويم هم أهل البدع، وعلى رأسهم الصوفية بطرقها تجانية، سمانية، ختمية، قادرية، جماعة البرعي، جماعة الفتح قريب الله، الركين بتاع الكلاكل الضال المبتدع وغيره من الضلال والإزيرك وغيره، زي جماعة الأخوان المسلمين. الاثنين ديل الصوفية والأخوان المسلمين هم اللي قطعوا الطريق للعوام عن الوصول إلى طريق التوحيد وطريق النبي عليه الصلاة والسلام. أنت كداعية لابد تحارب ده الحرب بشعواء، أوعك تضحك لمبتدع لأخو مسلم إياك، ولا تضحك لصوفي، بل تحذر منهم في المساجد في الحلة، وتحذر منهم في الشوارع، وتحذر منهم في حافلة المواصلات وفي وسائل التواصل واتساب فيسبوك في المساجد في الحلقات في الأسواق في كل مكان. ديل ضيعوا الدين، ضيعوا الدين واشتروا به ثمنا قليلا وأضاعوا العقيدة في قلوب أغلب المسلمين على وجه الأرض. فإنت إذا بتحب النبي صح صلى الله عليه وسلم وبتحب ربنا صح وبتحب القرآن صح، لابد تكون أقوى إنسان ضد أهل البدع، لابد والله، مش زي الحزبيين. مؤتمر التعاون مع المخالف، مياعة وصياعة وضياعة لدين الله سبحانه وتعالى. نحن ما زيهم، نحن والله نبغض أهل البدع أشد البغض على وجه الأرض، وحيثما وجدنا مبتدع يلعب بدين الناس وتوفرت الشروط الشرعية لمناظرته وكسره أمام الناس فلا بد أن يكسر أمام الناس. وربنا قال وإن جندنا لهم الغالبون، ده منهج لابد تكون قوي ضد أهل البدع، ومنهجك يكون ظاهر واضح. الليلة النصارى في منهجهم واضحين، الصوفية يجيبون في التلفزيون زي ما جابوا أولاد الكباشي، قال مما أكرم بها به أبونا الشيخ الكباشي أنه إذا قال للشيء كن فيكون. إذا كانوا أهل الشرك هؤلاء منهجهم واضح، أهل السنة ما يكونوا منهجهم واضح؟ الكلام بتاعهم ده عليك الله أجدعوا برا. أبو بكر جزاه الله خير ما قصر، ما أحتاج أنا أعقب، لكن أنا دارك من الليلة كلام الدجال ومين ومين أجدعوا برا، ده زول انتهى. زول سب صحابة، ما يسيب أبو بكر، ما يسيب بني أنا، ما يسيب فلان، سب صحابة، حطوا رحالهم، حطوا رحالهم في جنة الله سبحانه وتعالى، ما يسيبك أنت أنساوية. اشتغلوا دعوة يا ناس، دعوة إلى التوحيد، وأنا ما أقدر أتقل على الناس، واشتغلوا دعوة إلى السنة، وحاربوا الشرك والمشركين، وحاربوا أهل البدع والضلال والزيغ زي الصوفية وزي الأخوان المسلمين زي عبد الحي يوسف الضال، أنا مصير على الكلمة دي، المبتدع، لأنه عبد الحي ده بيرجف دقون كثيرة، في دقون كثيرة بترجف لما أنت تشوف عبد الحي راكب البرادو، إلا أخواننا ديل ما بيرجفوا، ديل بيرجفوا عبد الحي يوسف. ده الحي يوسف لقى واحد من اخواننا اخونا سجلها ومنشوره هي في الوسائل دي، وقال لها يا جماعه ديل جو من وين؟ قال والله ديل بتدعمهم جهات خارجيه، نحن ده عبد الحي يوسف. الكلام خش الحوش، وصلوا جوا هناك، دي الدعوه المباركه. وابشركم الان العالم كله والدنيا كلها بتتابع في الحلقات دي من هنا. حماده شيخ الحمامات تطور في بدعته من الحمام، حضروا في امريكا، ها شفت كيف شغله ماشيه. اشتغلوا دعوه يا ناس، اشتغلوا دعوه للتوحيد، ماده ده بيشتغل، ده حصل له حاجه كسروا له راسه سجنوه فجغوه، دعوه طله باقيه الى يوم القيامه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه.
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.